يا بس يبقى مستحيل أنا أقدر أخلي محاميتنا يكون عندها علاقة قديمة مع محامي ثاني وهو محامي ضد، بالله يكونوا متفقين وبيغرقونا. مستحيل أسوي هالشيء. وليش مستحيل؟ أولاً أخلاقي ما تسمح لي، وثانياً في إنسان بحياتي وإن شاء الله من الشتاء الخميس الجاي فواز انتهى من حياتي. صدق مبروك مبروك مبروك. شوفي منيرة، راح أسوي لك ثيم خاص حقك ملكتك علي أنا. مبروك. الله يبارك فيكم. أنت ليش فيك ما تردين؟ مشغولة بعد شنو؟ تعالي. وين أي وياك؟ تعالي بنروح مشوار. تعال. وين 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 أي معك؟ بنروح نخطب الرجال اللي طردته. ومنو يخطب بالقايلة؟ أنا. ومن هذا بتخطبينه؟ من كثرهم يعني آخر واحد اللي طردته. كان أخذتي أمي، ليش غيرت رأيك؟ ما غيرت رأيي، بس ضروري أتزوج الحين. خلصي. أي أي شعري شعري. أي أي. أي أي أي. ما شاء الله عليك يا زينك يا حلاتك، والله ما كان عندي نظر، والله إني كنت عمي يوم رفضتك. غلط غلط، ما يصير تقولي إلا كذي. غلط؟ شو أقول عليك؟ شلونك؟ شو أخبارك؟ شلونك شو أخبارك؟ والله قال لي طيب الحمد لله انقلعي. حلوين وصلنا خير، إذا قال لك الحمد لله طيب انقلعي تنقلعين، وما تبررين السبب زيارتك أبداً. وإذا قال لي الحمد لله بخير وبس. حلوين، هني عاد أنت تقولي له ما شاء الله عليك، وأنا ما كان عندي نظر، وكنت عمي أنا ما شفتك، شايك نبلش من الأول؟ ما أحب هالمواقف، ما أحبها ما أحبها. يا رب يا رب شيل عقدي عني مني فيني كني يا ربي. شلونك شخبارك؟ شلونك شخبارك؟ تمام بخير. بس ما تبي تقول شيء ثاني؟ شو أقول منيرة؟ أنت طالبة بتشوفيني، شو السالفة؟ أنا بصراحة جاي أوافق عليك. توافقين علي أنا؟ أنت إن شاء الله تعال خطبني وما راح تسمع إلا اللي سرك. صدق منيرة عاد حلفي بتوافقين، قولي والله. والله بوافق. إي بس منيرة أنا عندي كرامة، ما أتقدم لك مرتين. شنو يعني رافضني؟ ما قلت رافضك أنا، بس تبين أنت تقدمي لي. متى حاب؟ الحين. بالشارع؟ ومو أنا تقدمت لك قبل بالشارع. هذا حاقد. مو مشكلة، أنا جاية أتقدم لك رسمي وهذا الكلب يشهد. شو اسمه؟ اسمه لوف، حب. أنا موافق يا منيرة، موافق. صدق؟ أكيد صدق، هذا أسعد يوم بحياتي أصلاً. تعالي قابلي أمي قاعدة بالصالة. باكر. لا لا باكر باكر احسن. باكر خلاص تم. ابلغ امي الحين.